هذه المباحثات أو الدعوة أن يتقارب الأخوة اليمنيون 500 مواطن يمني سياسي اقتصادي شيخ قبيلة قائد عسكري. نتمنى في مجلس التعاون الخليجي ليس المملكة لأنها قائد التحالف ولا كل دول الست والدول العربية كذلك أن يعود اليمن إلى وضعه السابق، أن يكون صوت الحكمة أعلى من أي صوت آخر. هناك 18 طيب سياسي نتمنى أن يتقاربوا، يترك الخلافات البينية. هناك رجل اقتصادي يحبه اليمنيون، هو مشهور في اليمن، هو هايم سعيد، نتمنى أن يكون رجلا مؤثرا. يا سيدتي اليمنيون هذا بيتهم، نتمنى أن يكون هذا الحوار ليس كالحوارات السابقة. نتمنى من الحوثيين أن يغلبوا صوت العقل. الاقتتال 7 سنوات دخل في عامه الثامن، قتل العديد من اليمنيين، خسر اليمنيون 126 مليار من مقدراتهم. القتلى والمصابين يا سيدتي 377 ألف بالإحصاءات من هيئة الأمم المتحدة. هذه الأمور تجرح القلب وتدمي العين، ولكن نحن في هذا الاجتماع من 29 مارس إلى 7 أبريل الذي دعا له الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي من الأمانة العامة وقاد هذا الخطاب الجميل الدكتور نايف الحجرف، نقول لعل وعسى أن يغلب الرأي الجميل بين الأخوة اليمنيين وأن يكون اليمن بإذن الله قادما. هناك إنشاء إعادة إعمار، هناك دستور كتب في 2013، نتمنى أن يكون هذا الدستور هو خطوة أولى لكتابة دستور يمن عراقي من المثقفين والسياسيين ورجال الفكر والرأي في الجامعات اليمنية. اليمنيون يا سيدتي لا ينقصهم شيء، هم أذكياء ماهرين لديهم من الخبرة وكل الأمور طيبة، ولكن هناك اختلافات بينية أذكتها الحروب، أذكاها الاقتتال، أذكتها دولة مثل إيران لا تبحث عن مصلحة الدول العربية. لذلك يا سيدتي أنا متفائل ولا حد بعيد أن تكون هذه الدعوة وهذا الاجتماع ليس كالاجتماعات السابقة، ونقول هو يأتي في معية قدوم شهر رمضان المبارك. أعلن في ليلة 15 من شعبان، أعلنه الدكتور نايف الحجرف، كلنا آمنون راغبون متفائلون، ونقول عد يا يمن وتفاهموا أيها الأخوة اليمنيين. طيب يعني دكتور محمد، يعني هذه الجوانب التي تحدثت عنها لا تخفى على أحد، وأشير هنا تحديدا إلى الخسائر التي تكبدها الشعب اليمني جراء هذه الحرب، هل وجود تعزيزات وإمدادات دائما من الجانب الإيراني إلى الحوثيين تجعل يعني مهمة التوفيق وإدراك هذه الخسائر صعبة؟ بالتأكيد يا سيدتي، إيران لا تتقن البناء في أي دولة كانت، في لبنان، في سوريا، في العراق، في اليمن، هي تقدم السلاح، لا تبني مدرسة أو معهدا أو مركزا صحيا أو مركزا ثقافيا، هي تعطي سلاح وتقول اقتل أخوك اليمني أو أرسل صواريخ ومسيرات على الأعيان المدنية في الإقليم في المملكة وفي الإمارات. لذلك نقول لإيران ارعوا، أنتم أولى بأن تكون إيران تبحث عن صالح الشعب الإيراني. المواطن الإيراني يا سيدتي في بوز، المثقف الإيراني الدكتور والمهندس الطبيب والمهندس راتبه أقل من 100 دولار، ليس هذا هو واقع جميل في إيران. لذلك نقول لإيران أن تغلب كذلك صوت العقل، تدخل هي الجغرافيا، جعل إيران جارة لنا، الجغرافيا هي دائما هي الأساس في العلاقات الدولية. إيران يا سيدتي من عام 1979 تبكي نارا، توقد حربا، تبحث ترسل الأسلحة، تتكلم بصوت الشيعة وهي لا تعرف مصلحة لا للشيعة أو للسنة. لذلك أنا أقول إيران بإذن الله أن يكون هناك عقلاء في إيران، والمهم لدينا أن يكون هناك من بين 500 مواطن المجتمعين في اليمن عقلاء حكماء يبحثون عن صالح اليمن، لأن كل المشاكل في الدول العربية التي دخلتها إيران بأفكارها وأيديولوجياتها دائما إذا كان هناك حكماء نتغلب. تذكر سيدتي مبادرة 1980 التي أوقفت الحرب الأهلية في لبنان، نتذكر مبادرة أقرها الملك عبد الله رحمه الله لتوحيد الخطوط بين فتح وحماد. هذه المبادرات نتمنى دائما أن تبدأ وتكون لبنة لقيام علاقات طيبة بين الفرقاء، ولا نتمنى أن نقول هذا الكلام عن فرقان، نتمنى أن يكون أخوة متعاونين متحابين
وأنا أقول اليمنيون نعم. لا ينقصهم شيء. دكتور محمد، يعني كيف يمكن لهذه المفاوضات أيضا أن تحقق جانب آخر من الفائدة وهو وقف الهجمات الحوثية على دول الخليج؟ الحوثيون في الفترة التي فاتت إيران أمدتهم بأسلحة وخرجوا بهذه الأسلحة، دخلوا في صراعات وأرسلوا جزء منها كبير على المنشآت النفطية، وكان لهم أهداف عقابية. الحوثيون اليوم هم أكثر انكسارا، وهذه طوق نجاة وفرصة لهم أن يعودوا. نحن لن نقول الحوثي أخطأ أو الشرعية أخطأت، كل اليمنيون لدينا مقدرون، نتمنى منهم أن يتعاونوا، لن نبحث خلافا مع أحد، نتمنى منهم جميعا أن يتفقوا. إذا اتفقوا فالأمور الثانية مثل إعادة الإعمار، المسارات الإنسانية، توحيد الخطوط ما بين اليمنيين، عودة اليمن كدولة سابعة في منظومة دول التعاون الخليجي، كل هذه الأمور يا سيدتي مقرة ونتمناها، ولكن يبقى الدور الكبير على أهل البيت. أهل البيت هم اليمنيون، السياسي والاقتصادي ورجل الأعمال وشيخ القبيلة والقائد العسكري، يجب أن يعلموا أن بيتهم هم من يبذوه وهم من يوقفوا النار والخلافات فيما بينهم.